كرة القدم إلى موريسيا بالضبط، حيث يجري منتخبنا الوطني تحضيراته بحصص لتقوية العضلات استعدادا للمواجهة الحاسمة في الرابع جوان القادم أمام نظيره المغربي. التفاصيل مع مفادة التلفزيون بلال بناري. مركز لامونغا كلوب واحد من أحسن المراكز الريادية الموجودة على مستوى إسبانيا، ويقع على بعد 460 كيلومتر جنوب العاصمة مدريد. يتوسط مدن قرطاجنة موريسيا لامانغا في موقع أهله لأن يكون الاختيار الأمثل للمدرب الوطني من أجل الإعداد الجيد لمباراة الرابع جوان المقبل. C'est vraiment une très belle région, un très beau lieu de stage où on est vraiment dans les meilleures dispositions pour faire le maximum, inshallah. مركز لامونغا كلوب يتوفر على كامل شروط الراحة بمرافق متنوعة موزعة على مساحة 1400 هكتار، ويحتوي على فندق واحد مكون من 192 غرفة و384 سرير، وهو الفندق الذي تقيم فيه العناصر الوطنية بالإضافة إلى 8 ملاعب، 6 منها ملاعب كرة قدم، و4 مسابح، و3 ميادين للغولف، و28 ميدان للتنس. والامتياز في كل هذا قرب هذه المنشآت من بعضها. Le de stage, bah, c'est un cadre très très spacieux, très joli. On a des terrains de foot, on a la piscine, on a une grande salle de gym, un spa. Donc on a tout pour bien travailler et bien récupérer. ولأن مستوى اللياقة البدنية للاعبين ينخفض مع نهاية الموسم، فإن مركز لامونغا كلوب هو الأفضل من أجل استرجاع اللياقة التي تحتاجها العناصر الوطنية في مباراة الدربي الرابع جوان المقبل. ومساندة للمنتخب، تنقل الأنصار من جاليتنا المقيمة بإسبانيا إلى مركز التربص وصنعت أجواء من الفرحة. الأنصار صنعوا أجواء من الفرحة مؤكدين على الروح الرياضية العالية. السلام عليكم، اون توس فوني دو تروفيخا، سي 60 كيلومتر، جينا لهنا باش نوقفوا مع ليكيب ناسيونال، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يفرحونا، وان شاء الله نقدروا نشوفوهم، يخلينا نشوفوهم برك ان شاء الله ان شاء الله. اون افيك فو. ان شاء الله يكون في روح رياضيه، يلعبوا في روح رياضيه ان شاء الله، ويكون احنا اخوه بين شقنا المغاربه ان شاء الله والجزائريين، وان شاء الله يا خويا اللي فيه خير ربي يجيبه ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. المهم ان شاء الله المقابله تمشي في روح رياضيه عاليه، وان شاء الله نعطيهم زوج بزيرو، الجزائر زوج، المغرب زيرو ان شاء الله. ان شاء الله سمعونا، ان شاء الله يكون ماتش مليح ان شاء الله، وان شاء الله سير احنا الى ما درناش سكور مليح رانا نروحوا بالنيل بالاكس، الى زعما خسرنا نروحوا بالاكس، وان شاء الله تكون في روح رياضيه المقابله ان شاء الله. تنطلبوا المقابله حبيه وتنطلبوا المغرب 2-0. ولقاء الاشقاء يوم 4 جوان بمراكش المغربيه، التذكير بالعناوين.